سلام بنات، مرحبا بكم في القناة نتاعكم. اليوم جبت لكم فيديو خاطي الجمال. جبت لكم لا فيديو عندها علاقة مع النظافة، واللي هي نظافة الملابس. قبل ما نبدا هاد لا فيديو، راح نقول لكم خواتاتي، مانيش نقدر نجاوب على لي كومونتير تاعكم. انا تعودت نجاوب على الاسئله تاعكم وعلى لي كومونتير، لكن حاليا اعذروني خواتاتي، لانه عندي الم حاد في الكتف تاعي، مانيش نقدر نحرك يدي بزاف. فصبروا عليا، نرتاح ان شاء الله ونريبوندي. يعني الاسئله تاعكم كامل راها عندي، والطلبات نتاعكم كيف كيف كاين لهم طالبين باش نحط لهم دي فيديو تاع الفون دو تان ونتاع طريقه تنظيم لاكوافيز تاعي، كامل راح نحطها وكامل راني نشوفهم. لكن باش نكتب صدقوني، حتى البورطاب تاعي مانيش نشدو بزاف، لانه عندي الم حاد حاد بزاف. يعني واذا زدت الضغط عليه وفورسيت على يدي راح يزيد لي الالم، فاعتذر منكم. المهم بنات، جبت لكم اون فيديو كيما قلت لكم خاطي خاطي الجمال. اليوم راح نهضر لكم عن النظافه، على مسحوق. انا مقبل كنت نستعمل مسحوق تاع اريال. كما تعرفوا اريال خواتاتي يدير 1048 دينار جزائري، وكذلك استعملت لو شا. دونك لو شا ما عجبنيش، راح نوري لكم لا فوتو تاعو. ما عجبنيش هذا المسحوق. وهاد الفتره الاخيره كي رحت نشري مسحوق تاع الغسيل، كي دخلت عند المواد الغذائيه بروبوز عليا واحد المسحوق جديد، واللي هو لو شا. فوالا هذا خواتاتي، هذا المسحوق لو شال جديد اللي اخضر، جاي برا اخضر. انا مقبل كنت نستعمل اغيال ولا لو شال الاخر اللي راح نوريكم لا فوتو تاعو، ما يصفيش خلاص القش. باغ كونتر هذا خواتاتي يهبل القش، يخرج لك صافي 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 بزاف، ويحافظ لك على لي كولور تاع اللبسه. يعني مقبل انا كنت نستعمل المساحيق الاخرين ما يحافظوش على لي كولور، يعني يوليو هادوك الملابس تاعك مش عارفه نتوما كيفاش تقولوا، حنا نقولوا باهكين، يعني تروح هذيك لا كولور تاعهم، تروح هذيك الكيبان جديد يروح. باغ كونتر هذا خواتاتي هايل. وزيد الحاجه اللي عجبتني فيه، كاين هذا بالنسبه لي كولور، وكاين واحد المسحوق اخر بالنسبه لي كولور لا كولور نوار فقط. دونك هذا لو بري تاعو خواتاتي، كل واحد كيفاش يبيعو. كنت هذا ماشي الاول اللي شريته، يعني كنت ديجا استعملت وحدين اخرين، وهذا شريته من عند الاول، شريته 85000 يعني 850 دينار جزائري، والثاني شريته عليه 950 دينار جزائري. ما عرفتش اسكو طلع في لو بري ولا كل واحد كيفاش يبيع. لكن هذا خواتاتي اللي عندها الاطفال ويخرجوا ويسخروا روحهم بزاف، نوصيها به. القش نتاعك يخرج جديد صراحه، يخرج يهبل. وتاني واحد كما قلت لكم، الحاجه اللي عجبتني فيه سي كيف عندهم حتى نتاع لا كولور نوار. راكم تعرفوا احنا هنا في غزاوات عندنا الماء نتاعنا شويه مالح، باسكو احنا نستعملوا الماء نتاع البير بويسك عندنا البحر، نستعملوا الماء نتاع البير وجاي شويه مالح، لا كولور نوار تولي تروح لها هذيك لا كولور نوار لي فونسي. دونك نوصيكم خواتاتي، واش تستعملوا، استعملوا هذا لو شا. لو شا هذا صغير يدير كما كنت تشوفوا فيه 35000 ولا 37000 31000 على ما اظن. دونك هذا خواتاتي رائع. الوسمو هاد المساحيق بيان سور نستعملوهم في الماشينة لافي. دونك هادو خواتاتي ولا اروع، يعني هذا 1 لتر والاخر فيها 2.5، يعني زوج لتر و 500، يعني لترين ونصف، ولا اروع هاد المساحيق. وانا نقول نوصيكم بهم خواتاتي، جربوهم وردوا عليا الخبر. اكيد تكونوا استعملتوا واحد فيهم. اللي مازال ما استعملتش الاسود، نوصيها بالاسود، تلمي القش نتاع الاسود وحده وتحطيهم، ما تروحلكش لا كولور خلاص ما تروحش، يعني اللون الاسود في الملابس ما يروحش، وهذاك الاخضر تانيك يحافظ على لا كولور تاع لي كولور الاخرين، وكذلك يصفي القش. فوالا خواتاتي، هنا نكون كملت لا فيديو تاعي، على بالي بدلت لكم شويه لي سوجي هكا باش ما تملوش. ان شاء الله عجبتكم لا فيديو، تهلاو في رواحكم. على بروشان فيديو ان شاء الله تبقاو على خير.